اهلا بيكم في قناة افلام ليك. طبعا انا صاحب القناة قناة افلام ليك. ليه بتأخر في تنزيل الفيديوهات؟ بسبب ان انا ساعات ما بلاقيش افلام خالص، زائد كمان التعليقات كانت كتيرة عليا، بس انا رديت عليها كلها الحمد لله، واي حد هيرد عليا هرد عليه. طبعا انا عملت تصويت في القناة، تمام، وقلت عايزين اظهر وشي ولا لا، وانت قلت لي في اللي قال لا وفي اللي قال اه. نسبة لا 9%، نسبة اه 94% بيني. فالمهم اهلا بيكم، عاملين ايه؟ دي قناتي اسمها افلام ليك، وعندي قناة تانية لو عايز تتابعني عليها تابعني وهتتلاقيني. وانتوا ناس عسل بجد، في ناس شتمت ودي بتاخد بان من القناة، اللي هو اخفاء من القناة خالص. وزاد كمان التعليقات في تعليقات حلوة انا برد عليها كلها وبس. سلام، انتوا ناس زي العسل، ما تاخذونيش لان اول مرة اقف على كاميرا.